بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عرضنا الشكل بتاعنا ده الجميل ده، طبعا هيبقى الشكل اللي هنضيف فيه التاسك. انا عايز هنا تيبل يكون فيه التاسكات مكتوبة تحت بعض، فانا عايز اعرض او جي تيبل. او جي تيبل بعد الايه؟ بعد الاو جي باتن، وبعد الدفاية اللي قافلة الانبوت تكست بالباتن ده. تمام كده، انبوت تكست بالباتن ده حاجة. وما اعمل ايه؟ بسم الله. او جي تيبل اقفل اقفل. تمام، كويس جدا. والاو جي تيبل ده احدد فيه شويه حاجات. اول حاجه هسميه تاسكس تيبل. تمام، ده اي دي كده ما فيهوش مشكله خالص. وتعالى بقى للحاجات بقى اللي هي المهمه جدا اللي احنا عايزين نضيفها، والخصائص اللي هي لازم نتكلم فيها. ده اي دي ما علينا. تمام. طبعا الاريا ليبل ده طبعا عشان لو الناس اللي هي ما بتبقاش بتستخدم بس الموبايل كده بتبقى عارفه هو واقف فين بالظبط، فده ممكن نكتب عنوان توضيحي بس مش اكتر، اللي هي تاسكس تيبل. تمام، نخش بقى الخصائص بقى بتاعتنا في الاو جي. الاو جي تيبل ده اللي هنحدد بيها الشغل. اول حاجه اسمها الديتا. تمام، الديتا دي يعني البيانات اللي هتملى التيبل دي جايه منين، جايه منين. تمام، فلازم نديها ايه؟ نديها اسم. فانا هسميها مثلا ايه؟ الداتا بروفايدر، اللي هو اللي هيزود العرض بتاعنا بالبيانات. طبعا لازم يكون ده اوبزرفبل عندي في الايه، في جي اس، زي ما هنشوف ان شاء الله، اللي هيغذي التيبل ده وهيعرض فيه الايه، البيانات بتاعتنا. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه، في حاجه اسمها سيلكشن مود. سيلكشن داش مود. والسيلكشن مود ده عندي كذا مو كذا نظام، كذا نظام في نظام السيلكشن، نظام التحديد. في عندي حاجات تخص الرو وحاجات تخص الكولوم، حاجات تخص الرو وحاجات تخص الايه، الكولوم. فانا هم جاي اعمل ايه؟ احدد هنا اول حاجه، احدد على مستوى الرو. تمام كده، وبحط كولوم وبقول بتساوي النظام بقى بتاعي. النظام بتاعي في تحديد الكولوم ان انا اقول يا اما مالتيبل يا اما سنجل. يعني اليوزر بيقدر في الروز يعلم على رو واحد واحد واحد، ولا يقدر يعلم على مجموعه روز. فلو مجرد ما كتبت سنجل كده خلاص بيعلم رو، ما يقدرش يعلم على مالتيبل كولومز، مالتيبل روز يعني مجموعه. مالتيبل كده خلاص هو كده يقدر يعلم على اكتر من رو في نفس الوقت. تمام كده. وطبعا دي ممكن تفرق معاك بقى على العمليات اللي هتعملها على الرو. طبعا لو في عمليات معقده ما يفضلش انه يقدر يعلم على اكتر من حاجه ويشتغل مره واحده وبتاع، لو انت لسه مبتدئ طبعا. لكن لو ماشي الحال ماشي الحال. على العموم برضه هحدد حاجه اسمها الكولوم. تمام، الكولوم برضه في نظام تحديد، يا اما هحدده برضه بالسنجل يا اما بالمالتي. بيقدر يحدد العمود عمود، ولا ممكن يحدد اكتر من عمود، مش تفرق معايا. طبعا واحد يقول لي تحديد العميده دي حاجه مش منتشره وحاجه يعني ايه الافاده؟ طبعا مش منتشره ومش مهمه قوي زي الروز، لكن ساعات بتبقى انت مثلا ممكن تقدر تحرك الرو، تنقل الرو، تعيد ترتيب الروز، تسحب الرو وتغير مكانه، ودي اوبشن موجود في الاو جي تيبل. فممكن تقدر تتعلم على اكتر من كولوم وتنقلهم مره واحده وبتاع، يعني شغل انت مش هيخسرك حاجه، يعني عايز تشيله وشيله مفيش مشكله خالص. طيب دي ايه؟ دي الفكره بتاعت السلكشن مود. هنتكلم على حاجه اسمها الدي ان دي. الدي ان دي حاجه مهمه جدا، اللي هي الدراج والدروب. تمام، اللي هي كنت لسه بشير اليها في القصه بتاعتي. طبعا تلاحظوا ان انا بدات كله ببدا بدبل كوتيشن في الفاليوز، ده برضه كان المفروض ابدا بيه دبل كوتيشن عشان ما ماشي على نظام واحد. لكن هنا تلاحظوا ان انا جوه، عشان جوه عملت كله سنجل كوت، لان هنا خصائص. فانت هتبدا بره سنجل كوت وتبدا كله جوه دبل كوت، يا اما بره دبل كوت وتبدا كله جوه سنجل كوت زي ما انا عملت. ايه الدي ان دي؟ الدي ان دي اللي هي دراج اند دروب. دراج اند دروب، تمام، الدراج والدروب دي الفكره بتاعتهم. يعني دراج للروز تقدر تسحب روز، وكذلك الدروب ممكن تدروب روز وكولومز، وتري اوردر الكولومز والروز. تمام، دي الفكره باختصار يعني. فهنقول طيب ايه اللي موجود. تمام، انا بحدد اول حاجه انا مثلا عايز احددها في الدي ان دي، ان انا هقول له ري اوردر. ري اوردر عشان اشوف فكره التحديد بتاع الكولومز. تمام، انا طبعا بحاول اعرفكم على خصائص قدر الامكان تقدر تعمل فيها. طبعا لو في خاصيه انت مش عايز تستخدمها، في خاصيه عايز تستخدمها يعني، وهكذا. بس انا بحاول افتح بروبرتيز نتكلم عليها يعني ونستخدمها برضو وتبقى مفيده. فالري اوردر، تمام، اعاده الترتيب. انا ممكن اشتغل على اعاده الترتيب، اقول له والله انا عايز اعمل اعاده ترتيب الكولومز تبقى انيبلد عشان اشتغل عليها. فاقول له كولومز الاعمده خلاص، وهقول له دي انيبلد، انيبلد يعني متاحه.
تمام. يبقى انا كده عملت ايه الدراج اند دروب، اقدر اسحب الكولومز عشان تبان فكره الحته اللي فوق دي، عشان تبان بس فكره ان الكولومز، ان الكولوم يحصل لها مالتيبل، يعني اقدر اعلم على اكتر من واحد واحرك او احرك واحد او كده، فعشان تبان معانا بس الفكره بتاعتي. لكن الروز طبعا هتهمنا لان طبعا نقدر اعلم على الرو يعمل عليه عمليه، تمام. ده بالنسبه للدي ان دي. طيب في حاجه ثانيه مهمه برضو اسمها سكرول بوليسي. سكرول بوليسي، السكرول بوليسي النظام اللي هيتبع في فكره السكرولنج، السكرول، تمام. انت بتسكرول التيبل، لو في بيانات كتير طبعا وارد يكون تيبل يكون مليان بيانات، هتعمل ايه؟ في قال لي عندي مجموعه من الاوبشنز، في عندي حاجه اسمها الاوتو، في عندي حاجه اسمها لود اول. لو قلت لود اول كده معناها هيحمل كل الداتا اللي جايه مره واحده ويعرضها. طب ممكن دي طبعا لو حجم البيانات كبير يبقى عندنا في مشكله لو احنا بنعمل شغل كبير. ولكن ممكن اقول له لود مور اون سكرول زي ما كاتبها كده، ودي معناها ان انا عايز اعمل ايه؟ كل ما يسكرول بعد ما يخلص المجموعه اللي في وشه يبدا ايه يحمل اكتر. طب ايه المجموعه اللي في وشه دي؟ المجموعه المعروضه. يعني ايه المجموعه المعروضه؟ هنحددها في اوبشن، هنحددها في حاجه ثانيه في التابعه للسكرول، للسكرول بوليسي، تمام. يبقى احنا كده عندنا لود مور اون سكرول، يعني هيجيب كميه معينه، فيتش سايز معين، يعني هيجيب بيانات معينه ولما توصل للاخر هيعمل لود ويجيب الباقي، ويجيب الباقي بدل ما يجيب كله مره واحده ويحمل على ايه؟ على الشغل بتاعنا، تمام كده. دي بالنسبه لايه؟ للاوبشنز بتاع الخاصه بالسكرول بوليسي اللي احنا هنختار فيها لود مور اون سكرول، تمام. طيب طبعا الخاصيه دي لازم يتربط معاها خاصيه ثانيه اختها. طب خلاص اللود مور اون سكرول، اما يسكرول بقى لما يحمل كده هيفيتش كل قد ايه؟ دي حاجه اسمها رو سكرول بوليسي برضو، بس داش اوبشنز. الاوبشنز ان احنا ايه الاوبشنز اللي هنحددها في الموضوع؟ الاوبشنز اللي هنحددها في الموضوع ببساطه هي الفيتش سايز. الفيتش سايز يعني حجم الايه؟ هيسحب قد ايه؟ هيسحب قد ايه؟ تمام. فيتش سايز تكتب كده، تمام، والسنجل كوت ومعمل كولون واقول مثلا اسحب 10 10 او 20 20 او 30 30 حسب ما انت عايز. طيب يبقى كده عملت ايه؟ في سكرول بوليسي وفي سكرول بوليسي اوبشنز. هيسحب يبقى هيطلع اول حاجه يطلع 10، ولما تسكرول اللي بعد ال10 هيلود 10 يحمل 10 ثانيين، لما تسكرول لل10 يلود 10 ثانيين وهكذا. ده يبقى النظام بتاعه، طبعا ممكن تغيره زي ما انت عايز، تمام. دي الاوبشنز الاساسيه واللي احنا كنا عايزين نتكلم عليها في التيبل. في التيبل في الاو جي تيبل لازم احدد الكولومز بتاعتي هنشتغل عليها ازاي. هنشتغل على الكولومز ازاي؟ بس قبل كده انا ممكن ادي له ستايل بعد اذنكم. الستايل ده انا هتكلم فيه على ايه؟ انا عايز برضو يبقى بعرض الصفحه زي ما كنا عملنا ستايل قبل كده عشان يطلع بعرض الصفحه ده بالظبط. الستايل اللي عملناه للديفاي دي كلها خلاص هعمله للتيبل، بس عشان يبقى التيبل بتاعتي، التيبل بتاعي انا عايزه يظهر في، يعني يبقى واخد عرض الصفحه كلها بالكامله او عرض الشاشه على حسب.